السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله بخير. بداية أرحب بكم بهذا الكورس، كورس Network Security. أتمنى لكم التفوق والنجاح. مفردات المنهاج مالتنا تتكون من عدة عناصر موضحة بالسلايد هذا. بداية في أول فقرتين هنكون معظمها على السكيورتي بشكل عام، وراح نحكي بها عن بعض المفردات المهمة بالسكيورتي، ونحكي في نفس الوقت بعدها عن الكريبتوغرافي وبعض الطرق اللي نستخدمها بالكريبتوغرافي، وراح نحكي عن الاوثنتيكيشن والانتجريتي، وراح ندخل بالنتورك سكيورتي شوية شوية، نحكي عن الكي ديستريبيوشن والاتاكرز وانواعهم وشلون نصدق لهم. بعدين نحكي عن السكيورتي، عدة انواع بروتوكول من السكيورتي في عدة لايرز مثل كيربراس بي جي بي وغيرها. اخر شيء راح نوصل الى الفايروال. خلينا نبدا على بركة الله. عندنا في هذه المحاضرة راح نشرح شوية عن بعض المصطلحات بالبداية اللي نستخدمها بالسيكوريتي. بعد راح نشوف الميثود اوف اتاكس، نشوف من هم الاتاكرز وشنو التهديد اللي هيشكله. بعد راح نعطي تعريف الانفورميشن سيكوريتي، راح نتعرف على الجولز مالته، راح نشوف الأهداف هذه للسيكوريتي بشكل عام. من بعد ما عرفنا الأهداف راح نشرح نتورك سيكوريتي ونعطي موديل عليها وشنو أنواع الأتاك بها وشنو الديفنسز اللي ممكن ناخذها بها. لو نلاحظ الصورة هذه توضح لنا بعض المفردات اللي راح نتعامل بها. هذا نشوف يوجد شخص بالنص يحاول أن يسرق الدراجة عبر فتحة سياج. لو نحاول نعطي مسميات في هذا الموديل، فعندنا أول شيء الريسك أو المخاطرة، هتكون إنه يكون عندنا دراجة مسروقة ستولن سكوتر. التهديد اللي عندنا هو أو التريد هو خسارة الدراجة. من يقوم بهذا العمل هو الاتاكر، او اللي يقوم بهذا العمل هو ثريت ايجنت والثيف، وهم يتصوروا بالشخص اللي بالنص. هذا الشخص حيستغل البولنرابيليتي اللي هي الفتحة بالسياج ويحاول يسرق الدراجة. الاستغلال هو اكسبلويت، فاذا الاكسبلويت هو المحاولة ضمن المرور عبر السياج، عبر فتحة السياج بالأحرى. هذه المسميات هي مسميات عامة في الحياة العامة، نعادلها نفس الشيء في الـ Information Security. لو نلاحظ بالنتورك عندنا نفس المصطلحات نستخدمها دائما. الاسيتس هي الاشياء الثمينه عندك اللي غالبا تكون اما معلوماتك الخاصه، معلومات الخاصه باداره او شركه معينه، صور، ايميلات، باسوردات الى غيره من الاشياء. التريد شفناها هناك ممكن يكون سرقه الدراجة، هنا ممكن يكون سرقة المعلومات والبيانات والمكان نوعه. الثريد ايجنت كان هنا كثير انها اتاكر. البولنرابيليتي كانت هي فتحة بالسياج، اكيد بالنتورك او الحاسبة تكون مشكلة اما بالسوفتوير او بالهاردوير. الثريد فيكتور الخطوات اللي اتخذها ثريت ايجنت على ما تحقق
الاتاك مالتك تختلف باختلاف الاتاك. حقيقة هناك كانت استغلال الفتحة بالسياج، هنا ممكن تكون الوصول الى الباسورد عن طريق مشكلة بالاو اس. والرسك مالتنا هو بالحالة السابقة انه ممكن لوس او سكوتر، يعني ممكن نخسر الدراجة، اذا فالافضل ان واحد ما يشتري دراجة. نفس الحالة اذا فرضا واحدة من الحالات اذا اردت تشتري وايرلس راوتر وما بي سكيورتي، فالافضل انك لا تشتري. Methods of attacks، طرق الاتاكس. عندنا طرق الاتاكس طرق مختلفة توجد للاتاك، منها software based منها hardware based. اي انه بعض الاتاكرز يستغلون الثغرات او vulnerabilities الموجودة بالسوفتوير، وبعضهم يحاول يستغل vulnerabilities الموجودة بالهاردوير. السوفتوير بيز اتاكس ممكن تكون malicious software، وهي السوفتوير اللي يدخل للسيستم بدون ما يكون صاحب السيستم على علم بهذا العملية. إذا المالوير هو حقيقة اسم جنرال، هنشوف بعد شوية لاف، يغطي مجموعة كبيرة من السوفتوير الضارة والخبيثة. الهاردوير بيس اتاك يستغل الفولنربيليتي الموجودة بالهاردوير، يحاول يهدف إلى استغلال بعض الهاردوير المشاكل الموجودة بها، مثلا السي بي يو، البايس، اليو اس بي بيه مشكلة مثلا، او حتى النتورك اتاج ستورج، او حتى تليفوناتنا ممكن يكون بيها خلل معين ممكن يستغل شخص اخر نتيجة خلل هاردوير. طيب من هو هذول الاتاكرز اللي يحاولون انه يستغلون بعض النقاط الضعف بالسيستم؟ حقيقة ينقسمون الى عدة اقسام، انا الهاكرز، سيكريت كيبيز، كمبيوتر سبايز، انسايدرز، سايبر كريمنالز، ام سايبر تيرورست. طيب من هذول الهاكرز؟ ليش نسميهم هاكرز؟ الهاكرز مصطلح أو مسمى أخذ واي معاني عبر عدة سنين سابقة. فبشكل عام الهاكر عندما يسموه الناس يقولون هو الشخص اللي حاول يخترق بطريقة غير قانونية إلى النظام، في حين في بعض الثقافات ظهرت عدة أنواع من الهاكر اللي يسموه وايت هات هاكرز أو بلاك هات هاكرز وغري هات هاكرز وغيرهم. هذه المسميات ظهرت حقيقة لأن بعض أنواع الهاكرز اللي يحاولون يشوفون الثغرات الأمنية فقط للصالح العام وليس للضرر، أنه أيضا سموا هاكر مثل الوايت هات هاكرز أو الإثكال هاكرز. وتوجد عدة مسميات أخرى ممكن تطلع عليها إذا شئت. في كل الأحوال الهاكرز غالبا هو شخص يمتاز بسكيل عالية ولو عنده معلومات عالية ممكن يستغلها بالخير أو الشر. دائما أكل خير دائما أكل شر. نجي لسكريت كيبيز. سكريت كيبيز هو مجموعة من الناس أو المتطفلين اللي غالبا سكيل مالتهم كلش قليلة، غالبا تلقيهم أكثر الناس مع ذولي اللي يحاول دائما يسبب ضرر. يستغل هذا الشخص بعض السوفتوير الجاهزة اللي ينزلها من النت، يحاول يستغلها غالبا يكون استغلال مالته بضرر. معظمها بدون مقطع فراغ عالي يستغل فيه هيجي أشياء. الكمبيوتر سبايز هم أشخاص مؤجرين
لغرض سرقة بعض المعلومات في بعض المنشآت المهمة أو عند بعض الأفراد المهمين لغرض سيء. الأشخاص غالبا عندهم خبرة عالية، سكيلز عالية، وعندهم معلومات عالية، وغالبا ما يتركون أثر وراهم أو يحاولون ما يتركون أثر، أي أثر بعد الأتاك. أما الانترودرز فهم مجموعة أشخاص داخليين يشتغلون في شركة أو مؤسسة معينة، ولعدة أسباب قد يحاولون يسربون المعلومات، ممكن لأسباب مادية يشتغلون مع بعض الناس الآخرين، ومرات يكونون على غير وفاق، ومرات ممكن فقط للتجسس الصناعي، وعدة أسباب أخرى. هذول الأشخاص يكون غالبا مصرح لهم بالدخول على المعلومات الداخلية، ومن السهولة أنه يسببون ضرر أي سيستم، لأنه هم أصلا يشتغلون داخل السيستم، وهم داخل الحصن هذا اللي يكون لازم يكون محصن ضد الأشخاص الخارجيين. سايبر كريمينالز أو سايبر كرايم، الجريمة الإلكترونية، هي مصطلح نستخدمه للأشخاص، نطلق على الأشخاص اللي يحاولون يستغلون التكنولوجيا وشبكات الحاسوب في جرائمهم لغرض سرقة المعلومات والحصول على أموال الغير شرعية. أيضا عندنا سايبر تيرورست، هم الإرهابيين للإنترنت اللي غالبا عندهم معتقد معين أو دافع فكري معين، وغالبا هذول الإرهابيين يدافعون عن هذه المعتقدات بأساليب مختلفة، مثلا نشر فكر سيء أو معلومة خاطئة لتدمير وتأثير على مجتمع معين، أو يسببون الذعر بين مجموعة من الناس. نسألكم سؤال طلاب، نشوف منه يجاوب عليه أول واحد. شنو الفرق بين الكمبيوتر سباي والإنسايدرز؟ هل ممكن يكون نفس الشخص؟ حاول تجاوب بطريقة مختصرة. المالوير أو الماليشيا سوفتوير هو مصطلح يشمل جميع أنواع السوفتوير اللي تحاول تعطل أو تتلف أو توصل إلى معلومات ما من حقها وما هم صراحة لها توصلها في منظومة الحاسبة. خلينا نشوف شنو الأشياء ونحاول نشرحها بشكل مبسط. عندنا أولا الباك دور أو التراب دور، اللي يحاول دائما يستغل نقطة ضعف في البرنامج ومن خلالها يدخل إلى السيستم، مثلا يحاول يسبب ضرر معين. والرانسوم وير هو نوع من المالوير اللي بيه عندنا الاتاكر يهدد الضحية مالته، أما ينشر معلومات معينة أو أنه عنده معلومات بناء على حاسبته ما يخليه يوصل إليه أو يغلقها ويسوي بلوك أكسس لهذه المعلومات في مقابل فدية معينة. طبعا لوجيك بومب هو جزء البرنامج، هذا الجزء من البرنامج يتحفز يقوم بعمل ظهر في حالات معينة وعند وقت معين. تروجان هورس هو مليشيس كمبيوتر بروجرام ينحط داخل برنامج آخر حيث يبدو للمستخدم بشكل آخر غير ما هو عليه، مثلا يكون صورة داخلها برنامج ظهر ممكن يتجسس على اليوزر، وهذا يهم المستخدم لأنه هذه صورة عادية مثلا. خيرها من الأشكال الفيروسز هي نوع من الانفكتين مالور، اللي هو يكون برنامج غالبا يتكاثر داخل السيستم، مثلا حاسبتك وغيرها.
وغالبا هذا البرنامج يلتصق ببرنامج آخر أو فايل آخر، وكل ما يتنفذ هذا البرنامج يحاول يتكاثر. الورم يختلف عن الفيروس، إن لاحظنا أن الفيروس يحاول إنه يتكاثر عن طريق إنه يسوي إنفكشن لغير برامج وغير سوفتوير على حاسبتك. المالور هو برنامج ستاندالون، برنامج ستاندالون بروجرام، وغالبا يحاول إنه يتكاثر عن طريق النتورك وينتقل إلى حاسبات أخرى. الزومبي هي انفكتد كمبيوتر اللي بيها برنامج ممكن يستغل الاتاكر انه يتحكم ريموتلي بهذه الحاسبة. وعندما تتجمع الاف او مئات الالاف من هذه الحاسبات عند الاتاكر ويسوي هجوم على موقع معين يسموها بوتنتس، بس ما اعتقد واضحة هي ايميل غير مرغوبة وتجي غير ايميلات. اما الادوير يبقى نوع من السوفتوير اللي هدفه انه يسوي اعلانات معينة، طبعا بطريقة لا هي متوقعة من المستخدم ولا هي متوقعة من الديزاينر للموقع هذا المعين. مثلا تدخل على موقع معين وهذا الموقع يكون بادوير أو infected by AdWords، فيسوي إعلان مثلاً إلى يوتيوب معين يغرض إنه يرفع عدد المشاهدات لذاك اليوتيوب، بينما هو صاحب الموقع يكون ما عنده علم بهذا الشيء أصلاً. عندنا الكيلوغر، هو برنامج يسجل كل شيء على الحاسبة، كل حركاتك، كل برنامجك، ممكن يأخذ صور، ممكن يأخذ فيديو، يكون هدفه التجسس على حاسبات الآخرين.